نحن أحبائي عايشين بقوة الصلوات، الصلوات المخزنة. ادخل عرش النعمة من فضلك، صلي كثيرا في هذه الأيام. إن العلاج الوحيد في الأيام الحالية ودخولنا المقادس الإلهية، دخولنا لعرش النعمة. إنني أحتاج للمخلص اليومي من ضعفاتي، من أخطائي، من المشاكل الطبيعية، من زلازل، من براكين، من أوبئة، من أي شيء من هذا أو ذاك، من أخطائي السرية كإنسان، السهوات من يشعر بها، من الخطايا المستترة. أبرئني، خلصنا ويخلصنا وسيخلصنا.